كابتن عادل الف مبروك، فوز مطلوب ومهم، وفي نفس الوقت يعني مش عايز اقول عادة الروح، يعني ساعات الروح دي مش ما تتقالش، ولكن الروح النهارده كان باين، يعني روح لعيبه النادي الاهلي اصرار وعزيمه زي ما قال الكابتن اسامه، والتركيز كان واضح يمكن من بعد الهدف الاولاني. ما فيش شك يا كابتن انه انت بتدرب 30 لعيب، مش كله هيبقى راضيين عنك ومش كله هيبقى مبسوطين منك. خلي بالك، خلينا نتكلم بمصداقيه، يعني احيانا النهارده اللي لعبوا الناس اللي ما كانش بتلعب كتير، خلي بالك النهارده بيثبتوا ذاتهم من غير موسيماني. دي واحد. اتنين، كتير قوي ممكن نلعب عشان خاطر نادية طبعا، عشان خاطر نفسي، عشان خاطر المدرب. فانت بتتكلم النهارده اللعيبه لعبت بشقين مهمين جدا، لانه ده النادي الاهلي، ولان دي فرصتك، ولان الراجل اللي هيجي جديد ممكن يشوف شريط زي ده بتاع النهارده. ايوه يعني، او مباراه النهارده، ودي مهمه قوي خلي بالك منها. ايوه يعني اللعيبه اثبتت وجودها النهارده. يعني على سبيل المثال عاوز اقول لك حاجه، ويمكن ده انا سعيد بيها قوي. انا كتير قوي لما كنت بشوف مصطفى شوبير اتظلم كتير قوي واتضغط كتير قوي عشان هو ابن احمد شوبير. دي حقيقه والله. يعني الولد اتحمل كتير قريب مني انا. انا عارفه وبحبه ولعيب كان عندي وشفته كويس واقتنعت بيه قوي، مقتنع بيه قوي. بس انا اقول لك الضغط اللي اتضغط الفتره اللي فاتت دي، الناس كلها ماسكه عشان ابن احمد شوبير. مش احمد شوبير بره، بس هو خامه جيده بصراحه كابتن. يعني حارس مرمى صاعد واعد ان شاء الله. انا مع احترامي لل بص يا كابتن اهو، ده ملخص لقطات مصطفى شوبير. الكابتن هقول لك حاجه مهمه اللي انتم مش واخدين بالكم منها. ايوه انا بكلمك في ضغط عصبي على الولد قوي جدا. الولد ده شخصيه قويه.